كما هو ملاحظ أن الجماعات اليهودية المتطرفة تستغل الأحداث والأعياد اليهودية لتقوم بانتهاكات واعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص وفي مدينة القدس بشكل عام، وهذا عمل دوري أو اعتداءات دورية في كل عام. فالانتهاكات هي ليست جديدة بل هي قديمة جديدة، ولكن الجديد فيها هو الاعتداءات المستجدة أو الإضافية إن صح التعبير في موضوع الصلاة الصامتة ثم الصلاة العلنية ثم موضوع الانبطاح على الأرض وموضوع الأعلام الإسرائيلية موضوع الملابس الكهنوتية. هذه الأشياء لم تكن في العام السابق، وهذا يعني بأن الاحتلال يريد فرض السيادة على الأقصى وبشكل تدريجي، لأنه فشل في عام 2017 فرض سيادته على الأقصى، فيريد أن يتبع أسلوب آخر بأن يتخذ طريقة التدرج في هيمنته وسيطرته على الأقصى وسحب الصلاحية من الأوقاف الإسلامية في إدارة المسجد الأقصى المبارك. هذا كله أدى إلى التوتر، وتتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية نفسها. لماذا؟ لأنه هي التي تحرص وتشجع الجماعة اليهودية، تشجعهم لكسب أصواتهم ولحتى تستميلهم بهدف الانتخابات للكنيسة. كل هذا أيضا من أجل أن يكون الأقصى هو الضحية، وأما هم فهم يتسابقون في إطفاء الصبغة اليهودية على المدينة المقدسة.